السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشأة الرياضية، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق الثاني عشر لهذا الموسم، وذلك برعاية وحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، والذي أقيم على كؤوس وزير شؤون الشباب والرياضة وكأس جامعة البحرين وكأس العلاقات العامة، وقام سعادة السيد هشام بن محمد الجودر بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز عبد الله الكويتي. وكأس الشوط الثاني للمضمر الفائز ألان سميث وكأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ خالد بن علي الخليفة فيما قدم مدير شؤون الموظفين بجامعة البحرين شاكر الدوسري كأس الجامعة إلى المضمر الفائز ألان سميث